زي بقيت خلق الله، زي بقيت خلق الله. بحب الفرح وبغني واخاف من الجرح يألمني، بحب الفرح وبغني واخاف للجرح يألمني. بصوا يا جماعه برضو دي هتبقى حاجة عشوائية، احنا هنطلع حوالي 50 أو 100 شنطة على قد ما نشوف الحاجة هتجيب معانا ايه، وهنحط في وسط الحاجات دي دولارات، وهنحط فلوس، وهنحط 10 و5 انت ورزقك بقى، وانت ورزق اللي هياخده ان شاء الله. انا عايز بجد افرح الناس كلها، هتشوفوا بعينكم احنا هنعمل ايه، وهنوزع ونسيبها على الله، ورزقنا ورزقكم على الله. صلى على رسول الله بس والنبي يا جدعان، عايزين نفرح الناس على قد ما نقدر، ربنا يقدرنا ونفرح الناس كلها يا رب. عايزين نبقى زي ابو فيلا عايزين نعمل خير على قد ما نقدر. وبكده يا جماعه زي ما انتم شايفين خلصنا الشنط كلها بفضل الله، زي ما انت هتشوفوا كده يا جدعان هتنزل هي ورزق صاحبها. ادعوا لنا بس دعوه لله، الله يبارك لكم. بصوا يا جماعه احنا بفضل الله وصلنا لمرحله كويسه، والفضل لله ثم ليكم، ده وصل لهنا، وان شاء الله منتظرين واحد هنا ومنتظرين واحد هنا اللي هو بتاع اليوتيوب المليون باللايكات والاشتراكات اللي انتوا هتشوفوها، بدعاء الناس اللي احنا هنشوفها دلوقتي، وبتوزيع بعض الهدايا اللي احنا هنوزعها للناس، والدعوات دي كلها ان شاء الله هوصل بيكم اكتر من المليون والله العظيم. فانا مش عايز غير دعوه منكم، وان شاء الله هتشوفوا الفيديوهات وهتشوفوا الفيديو وصل لمرحله ايه والهدايا اتوزعت، ودعاء الناس اللي زي العسل. وبدانا يا جماعه النهارده التصوير وتوزيع الهدايا للناس في الشارع، خليكم معانا وشوفوا الفيديو للنهايه. سلام عليكم. عايز دعوه حلوه ليه؟ النبي دعوه حلوه بس. ربنا يبارك لك. السلام عليكم عم الحاج، دي هديه كده مني لحضرتك، ربنا يطمنا عليك يا رب. دعوه حلوه بقى، اللهم امين يا رب. ربنا يا رب يبارك لك ويوقف لك ولاد الحلال، وان شاء الله احنا عايزين نعمل معاك اي حاجه، اقل حاجه ليك معلش. Thank you.
حبيبي يابا، حبيبي يا معمور، ربنا يبارك لك يا رب. حبيبي ربنا يديك الصحة والحكم يا رب يا رب. والله يعودك والله. وزي ما انتوا شفتوا يا جماعة على الفيديو، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بصوا يا جماعة، انا بناشد كل يوتيوبر، بناشد كل واحد على السوشيال ميديا. انا خدت الفكرة دي يا جماعة من اليوتيوبر العظيم ابو فيلا، حد محترم قدر بيوزع للناس. كنت الاول من جوايا بحس ان اللي يوزع ده بيبقى واخدها نظام شو. بصوا يا جماعة، لو هناخدها على منطق ان هي شو وهي تكون بدعة حسنة ان احنا نساعد اي حد ماشي في الشارع، انا بنصح كل يوتيوبر، بنصح كل حد مشهور. انا مش هقول مش من ضمن المشاهير ولا احط نفسي من ضمن المشاهير، بنصح اي حد يكون معاه كميه اخوات ناس متابعينه، ابوس ايديكم يا جماعه، اقدروا اعملوا الخير على قد ما تقدروا. وصلوا مستشفى 73 73، وصلوا مستشفيات كتير، وزع في الشارع. انا شفت حد فبدات اعمل زيه، وانتم ممكن تشوفوني تعملوا زيي. انا اشوف حد كده، لازم نوصل الرسائل لبعض. انا بصراحه يا جماعه مبسوط قوي، وعندي احساس رهيب، احساس حلو جامد اللي انا عملته. لقيت قبول كويس من الناس، كفايه ان حد يدعي لك دعوه حلوه، دي بالدنيا كلها. ست زي الورد، حد زي ابوك، حاجات حلوه والله يا جماعه، احساس مش قادر اوصلها لكم. انتوا حاجه حلوه قوي، مش عارف اقولها لكم ازاي. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ويا رب تشيروه لاكتر من الناس، وبعتوه واكتبوا منشن، ومنشنوا الناس موجوده بالنسبه لكم انتوا شايفينها عندها متابعين كتير، منشن لهم، خلوهم يعملوا، قولوا اعمل زي ده واعمل زي ده واعمل زي ده. لو انتوا شايفين حد بيعمل حاجه كويسه منشنوني لي ان انا اعمل زيه. يا رب يا رب يا رب كلنا نبقى اسره مع بعضنا في السوشيال ميديا، اللي احنا نوصل الخير لبعض. نقول السلام عليكم.